يا جماعة أنا جامعكم النهاردة عشان نعيد تنظيم وجدولة مصروفاتنا سواء الداخلية والخارجية، وهنتبع في المشروع ده سياسة الجمل. لا 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 لا، لحمة الجمل دي ما تنفعش. لا يا ماما، احنا مش هنتبع سياسة الجمل كلحمة، هنتبع سياسة الجمل يعني كطباع. أبي عادل يا ريت توضح، احنا مش فاهمين أي حاجة. يعني مثلا الجمل من صفاته الصبر، الجلد، الاحتمال. يعني الجمل ده أنا أعرف مثلا إن هو بيقعد ماشي في الصحراء بالأسبوع على حتة لقمة قد كده وشوية سلطة خضر. طب بيدوا عصير مع الوجبة دي يا عادل؟ يا ما أحبش دعابة، بلاش دعابة، عايزين نختصر الدعابة. طب ممكن يا عادل يعني نبقى زي العصفورات؟ العصافير؟ والله العصافير ممكن بتاكل رز وبتاكل عيش ناشف مع شويه ميه. الموضوع ده كويس قوي، انا ممكن افكر فيه. بيبي العصافير وحياتها بتتميز بالتآلف والتوافق مع بعض، واحنا ابعد ما نكون عن ذلك يا حبيبي، احنا بناكل ما صنعه الجزاء. بصوا بالنسبه للفتي بقى، فممنوع فتي، مش اي حد يفتي في اي وقت وفي اي حاجه كده. يا اختي طبع الرجاله كله واحد، ما يحبوش الستات الا لما تكون كلب خشب، لا تاكل ولا تشرب ولا تتكلم. لا يا ماما انا ما قلتش كده، انا بقول ممكن تاكلوا وتشربوا وتتكلموا، بس كل حاجه تبقى في حدود. بالنسبه للهواء العادي يا عادل، الهواء اللي حوالينا ده ناخد بالنا عشان فاتوره الكهرباء بتاعه الهواء ما تبقاش عاليه، ولا ناخد انفاس براحتنا؟ بصي بصي يا سناء، انت بالذات خدي انفاس براحتك وانا ان شاء الله هبلغ عليك. كابوس كابوس كابوس، يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر. في ايه يا عادل؟ في ايه يا حبيبي؟ يا حلمت حته حلم، خير اللهم اجعله خير، يعني ان ماما خرجت من الحمام وسابت النور مهلع. يا ساتر. ايه ده؟ الحلم فسر نفسه، صوت التلفزيون. فاتحين التليفون الساعة كام؟ والنور ده، النور ده، النور ده، وايه؟ الكرة والمرة. انا مش عايش هنا، لازم نزك هي اللي وضبط كل ده. حرام عليكم حرام عليكم، ده فطر ده. انت الوحيد في العيله المتصل بالوقت. ايه الانوار دي كلها والتلفزيون فاتحينه الساعه 9؟ الساعه 9 فاتحين التلفزيون؟ ايه يا عادل في ايه؟ في ايه يا ماما؟ احنا متفقين ان الفرجه على التلفزيون من الساعه 6 للساعه 6 وربع بس. الله، بس الحلقه الاجنبيه بتيجي الساعه 10. بصوا انا عملت قانون والقانون لازم كلكم تمشوا عليه. جرى ايه عادي؟ انت انا شويه هتقولي اشربوا اللبن وخسروا رجليكم وخشوا لموا بدري. ايه اللي بيزعل في القانون؟ انا مش فاهم، مش احنا اتفقنا على نظام نمشي على النظام؟ يا اخوانا حرام عليكم، انتوا كده بتقطعوا من لحمي. بصوا انا مش عايز اقعد كل شويه ابص في الساعه البطاريه تخلص. ايه مش عايز اتفرج على التلفزيون؟ يا ماما اتفرجوا على التلفزيون بحدود، وبعدين الافلام اللي كل شويه بتتفرجوا على الفيلم نفسه كذا مره كذا مره. لا انتوا تعملوا جدول تكتبوا فيه اسامي الافلام كده اهو، والفيلم اللي انتوا تتفرجوا عليه اعملوا عليه علامه حمراء عشان ما تشوفوش تاني. يعني انا مثلا لما بتفرج على الماتش ما بتفرجش عليه الماتش وهو بيتذاع، لا انا بتفرج عليه عشان ما اشوفش الاعلانات فضيع وقت واستهلك كهربا، لا بسجله وبعدين اشوفه من غير اعلانات. وانتوا لازم تشوفوا المسلسلات دي من غير الاعلانات. ها لا يا عادل، يقول الاعلانات بتبقى مسليه جدا. مسليه؟ آه. ده انت ناقص كمان تشتري بقى المنتجات اللي بتتعرض في الاعلانات. ايه اللي مسليه يا ام مسليه؟ مفيش اعلانات. يعني ايه مفيش اعلانات؟ ايوه ماما مفيش اعلانات. يعني مثلا وانتوا بتتفرجوا على المسلسل جات الاعلانات، اطفوا المسلسل، وفروا كهربا، خلصت الاعلانات افتحوا بسرعه. يا سلام، واحنا نعرف منين ان الاعلان خلص؟ بالاحساس يا ماما، ما انتوا بقالكوا 20 سنه بتتفرجوا على مسلسلات، من ايام مسلسل هند والدكتور نعمان بتاع الاستاذ كمال الشناوي، ما حسيتوش ابدا بالاحساس تعرفوا امتى الاعلانات بتيجي وامتى بتخلص. ايوه بس في مشاهدات مهمه جدا مش عايزينها تفوتنا. بقول لك ما فيش مشاهد مهمه في اي مسلسل، المسلسلات كلها شبه بعض، والممثلين اللي بيمثلوا هنا بيمثلوا هنا، واللي بيقولوه هنا بيقولوه هنا، لازم النقيب يتصرف لازم.